صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. من زمان من زمان من زمان ما طلعتش اتكلمت معاكم، من زمان ما زرتش اصلا على قناتي. يعني طبعا كنت تعبانة جدا من يوم ما جيت من عمرة، فعلا والله ما بطلعش خالص لاني بجد تعبانة جدا، وكان عندي دور برد جامد قوي 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 قوي، كان صوتي رايح اصلا خالص خالص، ما بيطلعش، كنتش بنزل تصوير غير ايام بسيطة جدا بس. فالنهاردة قلت يعني احسن شوية، بس والله فعلا طول الليل مش بنام من كتر الكحة الجامدة جدا، بس الحمد لله ان هي جت على قد كده يعني. فالنهاردة بقى طلعت عشان اتكلم معاكم شوية كده واحكي معاكم شوية. فكنت عايزة اتكلم معاكم في موضوع يا جماعة. امبارح شفت فيديو، او يعني شفت فيديو كده غريب شوية فاستوقفني صراحة، يعني اللي هو يعني في يعني كان في حد يعني بيحكي قصة ان واحدة يعني سابت خطيبها علشان كلمة، قال لها كلمة. فبجد يا جماعة انتوا مش عارفين ان ممكن الكلمة تكون تأثيرها ازاي علينا. يعني انتوا ممكن اصلا في حد في كلنا في حياتنا، يعني البني ادم او الشخص اللي بيقول ممكن يقول لك كلمة، يقول لك انا بهزر، انا كنت بقولها بهزار، انا ما كانش قصدي حاجة. بس فعلا يا جماعة انتوا متعرفوش ان الكلمة دي تأثيرها بيبقى عامل ازاي علينا، او الكلمة دي بتبقى وحشة ازاي. فممكن كلمة فعلا، كلمة واحدة تتقال بقصد، او تتقال ان هي مش بهزار، او انت يعني لو انت يا مثلا هتبقى حاسة اللي قدامك ده بيقول الكلمة فعلا بهزار ولا بجد، الكلمة بتفرق جدا معانا. يعني لو انا حاسة مثلا ان صاحبتي بتقول لي كلمة معينة بس بتقولها لي بقصد، اكيد هزعل، اكيد هزعل جدا جدا جدا، وممكن فعلا ده يكون نهاية اللي بيني وبينها، او اخد منها جنب ما بقاش معاها زي الاول. فنهاردة حبيت ان انا اعمل معاكم الفكرة دي. الفكرة هي ان انا هعملها ايه، ان انا مثلا هشوف اي حد من ندى، سلمى، حودة، محمد، احمد، اي حد منهم، حتى غزل وفيروز، ان انا هشوفهم مثلا هقول لهم كلمة شتيمة وارجع اقول لهم اصل انا بهزر معاكم. هشوف الاول تأثير الصدمة، تأثير الكلمة عليهم عاملة ازاي، وبعدين هقول لهم ان انا كنت بهزر. شوف تأثيرها فعلا، لو انا مصورة الفيديو طبعا يعني وهم هيشوفوا. بس خليكم معانا طبعا الفيديو. هي كل مقلب بسيط يعني بكلمة، ممكن استفزاز، ممكن استفزها، ممكن اشتم، مش عارفة بصراحة هتيجي معايا ازاي، بس خليكم معانا وتابعوا معايا الفيديو. ان شاء الله الفيديو عجبكم جدا جدا. تنسوش بقى اهم حاجة تعملوا لنا ايه، لايك وشير وكومنت، فعلوا معانا زر الجرس، ووصلنا بقى الاتنين سوري جدا، وصلنا بقى 2 مليون مشترك. يلا بقى كده عشان اعمل حفلة كبيرة 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 ان شاء الله باذن الله. خليكم معانا بقى تابعونا الفيديو، وقولوا لنا ايه اكتر حد رد فعله كان غريب، وايه اكتر حد رد فعله عجبكم، واكتر حد اخد الموضوع عادي. خليكم معانا وتابعوا معانا الفيديو للاخر. دلوقتي يا جماعه احنا بنكمل التصوير، طبعا بنستنقل في التصوير. بصوا ندى الرخمه الغلاويه. انا الرخمه الغلاويه؟ ايوه انت غلاويه. ليه؟ انت غلاويه. بدايتك في ايه؟ انت بارده ورخمه. الله يخليك. ده انا عمري ما شفت حد رخم في الدنيا زي رخامتك. يعني انا برسم للبت في الفيديو، انت بتاخدي الفرشه تاخدي ترسمي لها ليه؟ مش احمد اللي قال. انا برسم، انا اللي برسم، انت بتاخدي فرشه مني ليه؟ هو يا بنتي مش ده دور احمد قال ارسمي انت وانا ارسم انا، تمام. طيب سؤال ايه، خدتي مني الفرشه ليه؟ انا برسم خلاص هكمل رسمتي يا بنتي، ما تاخديش مني الفرشه. ايه الغل، انت غلاويه قوي وبارده. غلاويه؟ ايوه ماشي. ده ايه البرود ده؟ انا بارده. ايه ده، ايه الغلاسه دي؟ عمري ما شفت كده في حياتي. ماشي بطلي بقى، بطلي اللي فيه كده شويه. خلاص هكت انا. طيب ماشي. انت انا حره يا ستي، انت مالك، انت مالك يا ستي، انت مالك؟ كان بصور، كان بصور الشقه. انا الكاميرا كده. انت مالك؟ انا الكاميرا اهي، اهو اهو الكاميرا اهي اهو. ما بقاش عليا بقى. بتقولي ايه؟ بتصوري نفسك؟ بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ ايوه انا بصور نفسي سيلفي، انا ما صورتكيش اصلا. ها عايزه انت. ايوه طبعا ما انت بارده. ندى احمد انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا والله العظيم كنت بهزر. لا انا قلت بقى بكملي الفيديو اللي احنا كنا بنصوره مع احمد حال. لا لا ما انا هو انا اقول لك على حاجه بصراحه، وانا اصلا عامله فكره الفيديو من البدايه. إيه؟ انا اصلا انا شفتك زعلتي بجد. فكره الفيديو من البدايه ان في ناس في حياتنا بتضربنا كلام كده في وشنا، وفي الاخر تقول لك احنا بنهزر. انا فاهم الناس دي. ايوه بالظبط، فاهمه ازاي؟ بس فانا كنت بقول لا، الكلمه ليها تاثير علينا حتى، بس احنا ممكن يعني ممكن انت تفهمي ان الكلمه دي طالعه مني فعلا بهزار ولا طالعه مني بجد.
لا، ولما بقى حد يكتب لي في كومنت انا باخد رياكشن الناس اللي بتتكلم. ايوه والله العظيم. وانا مثلا ايه والله كذا، بس انت كنتي بقى باخدها، انت كنتي بقى. ايوه كده. بس في كومنتات كمان بتكتب بتزعلني، بس انا عادي، ما احنا لازم نتعرض للناس بتحبنا وفي ناس مش بتحبنا، ده كل الناس عادي. بس انا بتكلم لان بجد في ناس في حياتنا بتقول لنا كلام او يعني الكلام بيزعلنا، وفي الاخر تقولك اصل انا بهزر، انا مش قصدي، انت ليه زعلتي وانت بقى انت بتتحججي بقى، انت بتتلككي وكده. بس هما في الحقيقه فعلا الكلام بيبقى بيوجعنا، الكلام بيضحكوا بعديه خلاص بقى ما تعرفيش. بس في كلام فعلا بيبقى مش طالع بهزار، في ناس بتقول كلام وسط الهزار بجد. والله عندك. ايوه ودي حقيقه. فعشان انا كنت عامله الفيديو اصلا من البدايه على كده، فانا مش عايزاكي تزعلي بجد، انا كنت بهزر. وانا عامله المقلب ده فيكي وملفف معاك وعاملة بغزل. ليا صاحبتي انت حبيبتي، ربنا يخليك، ربنا يخليك. الانسيال ده اعمل ايه؟ ربنا يخليك. انا كنت عايزه الانسيال ده عشان البسه مع الساعه. مع الساعه. شفتي، ابقى اكمل لك الطعم المره الجايه. ان شاء الله. انت تامري انا ده والله. ربنا يخليك انا، ربنا يديم المهم. فيروز انت رخمه. هقولها لرسمي تاني بجد؟ والله. طب تعالي بقى، انت نص وانا نص، يلا فين الفرشه؟ والله عشان نخلص تعال نجيب الفرشه بقى عشان نرسم. يلا بينا. بصوا صباعي شكله كاني، بصوا يلا الحمد لله. غزوله، كنت عايزه اقول لك حاجه. اتفضل. انا عمري ما شفت في الدنيا بنت بارده زيك، انا عمري ما شفت غلاسه وبرود زيك. انت بارده وما عندكيش دم، ايه البرود اللي فيه كده؟ انت بارده، بارده يا شيخه، ده انت بارده. طب عملت ايه؟ انت بارده. وايه اللي عملتي ايه؟ انت بارده من غير ما تعملي حاجه، انت بارده. طب ليه؟ طيب ليه كده؟ هو كده انت بارده. طب ليه؟ طيب ايه؟ انا بنتك طمنك قلتلي كده. ما انت بارده بقى، انا بالنسبه لي من هنا ورايح انت بارده، مش هقول لك غير يا بارده يا بارده يا بارده بس. عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ وبقول لك قدام الناس كلها اهو، انت بارده تمام. ايوه يلا عيطي بقى ودمعي دمعتين. يلا يلا يلا. من غير ما تعملي انت بارده. على فكره انا كنت بهزر معاكي والله. لا قلب الناس عيط ونزل دموع. يا ناس يا ناس يا ناس. لا 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 لا، انا بهزر معاكي والله، بس انا كنت عايزه. بس اول مره تعملي كده استغربت. ايه ده؟ قلت حتى ام تقول لبنتها كده. انا اسفه حقك عليا، بس انا كنت بهزر وكنت عايزه اشوفك يعني هتعملي ايه لما انا اشتمك او اقول لك كلمه تضايقك، وبعد كده ارجع اقول لك انا بهزر. ستي ضحكتي على طول. Love you. Love you. تعالي بقى نروح نعمل مقلب ده، نشوف هنعمله في مين تاني. هشتمهم، هدخل عليهم شتيمه على طول، وفي الاخر اقول لهم انا بهزر. ماشي؟ ماشي. يلا بينا. يلا يلا. ما تقوليش لحد، والمصحف لو قلت. لا والله. طيب يا جماعه، واحنا في العمره محمد اخذ الشنطه بتاعت ماما وخباها منها، وبعدين قال لنا ايه؟ قال لي خديها خبيها، وهي كانت بتجيب اكلها وكده. قال لي خديها خبيها. قلت له طيب ماشي. يزن قاعد جنبي، قلت والله يزن هيفضحنا. اول ما ماما جت وسالت على الشنطه، فماما بتقولي الشنطه مع محمد. قال لها تيتا تيتا غزل، ايه ومحمد اتفقوا عليكي واخدوا الشنطه. ايه ومحمد. سمعت غزل. يزن فضيحه والله العظيم، قاعد قدامي. يلا تعالي نشوف بقى نعمل المقلب ده في مين تاني. يلا بينا. يلا تعالي ندخل هناك. مكه، انا عايزه اقول لك حاجه من زمان نفسي اقولها لك. انت فرحانه كده ليه وانت مبسوطه يعني وانا بصورك؟ انا عايزه اقول لك ان انت ارخم بني ادم انا شفتها في حياتي. انت رخمه. ليه؟ هو كده انت رخمه. انت ما تعرفيش ان انت رخمه؟ ما حدش قبل كده قال لك ان انت رخمه؟ لا لا، انت رخمه بقى، رخمه وبارده. نعم. ازاي بهزر معاكي ليه يعني؟ انا بهزر معاكي ليه؟ انا مش فاهمه. ايه بيني وبينك عشان اهزر معاكي؟ ما تردي. تتهزري. لا ما بهزرش. ما انت بتهزري تضحكي معايا دلوقتي. معلش خلاص يعني، لما هزاري معاكي باين لي ان انت بني ادمه رخمه. ليه؟ كده انت بني ادمه رخمه، دي حقيقي. طب مثلا عملت معاكي ايه قبل كده زعلتي؟ هو انت رخمه. انت رخمه تمام؟ ولو سمحتي لو سمحتي بلاش الرخامه دي عليا تاني.
عشان انا بصراحه زهقت يعني من رخامه الكبرودك، وعايزه كل مره اقول لك انت رخمه وبرده، بس ما برضاش اقول يا ستي ماشي يا ستي ماشي هتعدي يا ستي ماشي هتعدي، بس مش للدرجه دي الرخامه البرود ده. تضحكي بارده والله، انت بارده انت بارده. ايه اللي عملتي لي ايه انت بارده؟ هو انت بارده انت رخمه؟ ايه برود البني ادمين ده؟ ماشي براحتك. انا عايز اقول لك على حاجه يا مكة، انا والله كنت بهزر معاكي اعمل فيكي مقلب، هشوف بس رد فعلك لما انا اشتمك هتعملي ايه. بهزري؟ اه بهزر. مكة لو حد جه شتمك وبجد قال لك كلمه زعلتك قوي بعد كده قال لك انا بهزر. لا يعني يعني مثلا اول حاجه لما يعني مثلا يعمل كده هكون مثلا اقول ده هزار مثلا، لكن لما بقى ايه الاقي يتمادى بقى عمال يزيد دي هزعل طبعا. ماشي يا كوكا كنت بتجري بجد بهزر معاكي والله يا كوكا. لاف يو كوكا. لاف يو ايه؟ لاف يو كتير. تيتو لا انا عايزه اقول لك حاجه بقولها لك من زمان، انت بارد. انا بشتمك انا بشتمك بقول لك انت بارد. هي 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 هي. ايه ده انت بارد؟ طب انت غلس. انا بهزر معاك يا تيتو بس انت طلعت عسل وبتضحك وكده وامور. بهزر معاك تيتو انت بارد. انا بحبك قوي يا تيتو والله بحبك. انا قولي لاف يو قولي لاف يو اعملي قلب يلا اعملي قلب لاف يو. بصوا مكة بصوا مكة بنتي علي كوكا وحشتيني. قولي لي اي حبيبي يا مكة قولي اي حبيبي انت يا مكة قولي اي حبيبي. اهلا ندوشو. كوكا اي حبيبي يا روح قلبي عمال تقول ايا 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 وحشتيني وحشتيني. انزلي يلا اقعدي معايا شويه قولي لمحمد وتعالي. ماشي هستناكي يلا تعالي يلا تعالي يلا.